مرحبا، يعطيكم العافيه. طبعا اليوم حنورجيكم حاله رسيل البسه الصغيره اللي هي حاله المستقيم، خروج المصران المستقيم من مؤخره البسه. حنورجيكم ايش بنعمل معاها، ان شاء الله تستفيدوا يا جماعه الخير. طبعا زي ما انتم شايفين، اول اشي عقمنا المكان، جبنا فازلين عشان نبض اللي هو المصران، ان شاء الله خير. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، هينا ضبينا المصران والامور تمام التمام ان شاء الله. وبس يعني تحياتنا لكم جميعا. العرش بسبوس، خلاص شاطر.